حبينا نحيي الأمل من جديد بداخلكم. مبادرة الفن يصنع الأمل ونداء شرارة يجتمعان في مهمة إنسانية. كان كتير صعب. كتير 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 مبسوطة. الفرح والسعادة اللي كانوا أطفال متلازمة داون بيعيشوها في مقر جمعية الهدف في الأردن اللي بترعاهم وبتقدم لهم نشاطات مختلفة وبتساعد على دمجهم في المجتمع اتحول في يوم وليلة لخيبة أمل كبيرة عندهم بعد ما تم إغلاق مقر الجمعية بسبب عدم تأمين مبلغ للاستمرار في استئجاره. من سنة تقريباً بلا مقر، يعني مشكلة. أكبر تحدي واجهنا إنه إحنا سلمنا المقر وصفينا بدون مقر. أدي هذا الموضوع أثر سلباً على نفسيات الأولاد لما يمروا من باب الجمعية ويلاقوها ما في جمعية. أزعلان كتير، اسمين انهدب، ساكرة. كان كتير صعب، هي كانت حياة بالنسبة لهم. عدم وجود هذا السكن معناته إحنا مشتتين، هذا كله أثر علينا سلباً لأنه أولادنا تعلقوا بالمقر وبالمبنى بشكل خاص. بس نداء شرارة مش هتسمح ان الحزن يدخل قلوب الولاد دول، فقررت مساعدتهم ضمن مبادرة الفن يصنع الامل، واللي هي مبادرة مشتركة بين اي تي بالعربي ومبادرة صناع الامل اللي اطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الموسم الرابع منها، وتكفلت بايجاد واستئجار مقر جديد. هذا الشيء اللي عم بتقوم فيه اليوم مبادرة صناع الامل، انها عم تحيي امل في قلب هدول الاطفال وعم تستعيد لهم هذا المقر. يعني المقر هذا زي البيت، يعني زي كانه بيتهم رح يكون. وبالرغم من ان نداء بتعاني من اصابه في رجلها، الا انها ما تاخرتش عشان تزور المقر الجديد وتقول لمديره الجمعيه بالمفاجاه. انا في قمه سعادتي هلا، لانه واخيرا لقينا المقر لجمعيه الهدب. طبعا تم استئجاره لمده سنه كامله عن طريق مبادره الفن يصنع الامل لصناع الامل. شكرا لهي المبادره. طبعا بالبدايه رح نبلغ الجمعيه بهذا الخبر السعيد. وفي اللحظات دي وصلت مديره الجمعيه لندا جابر. وعمري تمام، سلامات، معليك الله يسلم عمرك حبيبة قلبي، خليكي يا ربي تسلميني. بدي اقول لك شغله ليندا، لانه الهدف رساله نبيله قبل ما يكون جمعيه، حبينا نحيي الامل من جديد بداخلكم وبداخل ابناء متلازمه الداون، ونستاجر لكم هذا المقر لمده سنه كامله. هذا المفتاح لكم. هذا صار جمعيه الهدف. ايوه. نداء شكرا كثير. صناع الامل ما بعرف شو بدي احكي لكم. اول صوره تكونت قدام هي صوره الامهات، صدقا مش الاولاد، لانه ما بتعرفي قد ايه كان وجود مقر مهم كثير بالنسبه للامهات اكثر من اولادهم. هذا المفتاح هو مفتاح سعاده الامهات قبل ما يكون مفتاح الله سعاده يسعدكم يا ربي. وهذا او الاولاد، وهذا هو الهدف اللي عم تشتغل عليه مبادره الفن يصنع الامل من صناع الامل، انهم يخلقوا سعاده وامل جديد. بدنا نطلع هلا نشوف المقر مع بعض. يلا ومن بعد ساعات طويلة شغل وتحضيرات اتحول المكان من الشكل ده للشكل ده. احنا لحد هلأ حاسة اني يعني مش مصدقة، شالوا عن كتفنا هم كتير كبير، واللي بتحمسيت له كتير ومتحمسين له احنا كجمعية كاملة هي فرحة الأولاد، كيف لما نبلغهم إنه في عنا مفاجأة لكم. عشان كده تم دعوتهم مع أهليهم للمقر من غير ما يقولوا لهم أي معلومة. هلأ رح نفاجئ الأهالي والمتفعين من هاي الجمعية بالمقر الجديد. لما شافوا الأولاد شعار الجمعية على الباب، فهون بدأت ملامحهم تتغير. ودلوقتي جه وقت اللحظة المنتظرة. من اليوم
اليوم هذا المكان صار لكم، هون رح تجتمعوا وتحضروا جلسات تعليمية على إيد متخصصين لتطوير مهارات أبنائكم، وهذا المكان لكل حدا بحب أطفال متلازمة الداون. هذا البيت رح يكون لكم، بحبكم كتير، وهذا المقر الجديد لجمعية الهدب. انبسطت بحماسهم يعني لمجرد انهم سمعوا انه في مفاجأة، حضروا اكلاتهم وحضروا الاشياء الزاكية الصراحة وجابوها معاهم. بس يقبلني كثير. يلا تعالي ايه كانت بالنسبة لهم مفاجأة رائعة، الفرحة اللي كانت بعيونهم كانت بتعادل أي تعب إحنا تعبنا بصراحة. وفي لحظات قدروا الأولاد إنهم يتفاعلوا مع المكان الجديد. ثلاثة لا ده الموضوع يخدمني صغير. كتير 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 ماما مبسوطة بشافة النداء الشرارة، مبسوطة بالمقر الجديد اللي جمعنا فيه، وهذا أحلى مقر لسبب عشان المقر بجمعنا مع أصحابي وصحباتي من متلازمة الحب. والله المقر جدا حلو، واسع، متاح لأولادنا في الغرف الصفية وكل ما يلزمهم يعني موجودة في هاي الغرف. أنا كثير مبسوط عشاني، عشان جمعية الهدف لاستنتعوا، عجبني قدر جديد من أول يوم، كل شكر التقدير من كل جمعية الهدف لاستنتعوا. أعطيني دائرة حطيها مكانها. أيوة، أول إشي شكرا مبادرة الفن يصنع الأمل من صناع الأمل، من خلال هاي المبادرة صار في حافز عند الكل إنه إحنا بنقدر نساعد، إحنا بنقدر نخدم، من خلال رسالة سامية قدمتها فنانة أردنية مثل نداء شرارة. شكرا للشيخ محمد بن راشد المكتوم على كل الدعم والمحبة، لطالما إحنا شفنا منه كل الخير وكل المحبة وكل الدعم. شكرا مبادرة ايتي، وشكرا مبادرة صناع الأمل، لأنه في ظل كل الأشياء المحيطة السلبية اللي ممكن تكون بالعالم، دائما في بصمة أمل ودائما في نور في كل عتمة. فشكرا أنه أنتم كنتوا النور ونورتوا يعني حياة أشخاص وفرحتوهم بصراحة.